في مساحة أضيق من اليأس يحتشد فيها الآلاف من أهالي سنجار النازحين بعيداً عن منازلهم التي أصبحت خراباً ينذر الواقع عن بقائها من قبل فاتحيها الجدد كمتاحف حرب. صور قاسية تعكس أوضاعاً معيشية صعبة لأناس أجبرتهم المعارك على ترك ديارهم هرباً من ويلاتها ونتائجها ليفتحوا في أماكن إقامتهم المستحدثة صفحة من كتاب مأساة جديدة. ما شفت واحد وجاي لا منظمة ولا حكومة جاي ووزع فلوس على منطقة، ما شفت وما حد يقدر يقول أني شفت، وما شفت أحد وجاي وطلع فرص عمل مناسب وعالم يتعيش به. النازحون في مخيمات سنجار يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، حيث يشتكي أهلها النقص الحاد في المستلزمات الغذائية والطبية ومياه الشرب في ظل شبه غياب الأيدي الداعمة. جوع وخوف وقهر وفقر وانتظار أمل بالعودة لم يكتمل بعد، هذا هو حال أهالي مخيم سنجار الذي يعتبر اقتباساً من سفر التغريبة العراقية لكل من هؤلاء المنضوين على بقايا ذكرياتهم حكاية يشوبها الألم والخوف، فبحرقة يشرحون حالهم التي سبقتهم الصور إلى شرحها. المنطقة بحاجة ماسة إلى خدمات، إلى توفير خدمات، من خدمات تربوية، من خدمات صحية، من خدمات من ناحية الملابس، من ناحية المشتقات النفطية وخدمات أخرى. يعني رغم ذلك يعني أكو مادة عمل الفلوس المادة، يعني حاجة ماسة إلى التسوق لقضايا أخرى من عجل الدكتور. ما يضاعف معاناة نازحي سنجار برودة الطقس وهطول الأمطار في ظل قلة الأغطية والملابس اللازمة لحماية أجساد أطفالهم الغضة من قساوة البرد وانعدام مواد التدفئة إلا من قليل لا يرتقي إلى مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه مواطنين من بلد مليئة آباره بالنفط. يعني بالنسبة لي بيتي ضربوا الطيارة 11 كان بيا، ضربوها وخربوها على مود البيت، ما أقدر أروح هناك. إقامة طوعية بطعم الإجبار يعيشها نازحو سنجار ومثلهم الكثير من العراقيين، فما ظنه اغترابا لأيام معدودة يعودون بعدها إلى ديارهم بات تغريبا لسنوات، حيث عميت عين الحكومة عن رؤية مأساتهم ومكاشفتها، لكن عيون أطفالهم لم تعمى عن رؤية الواقع المزري كما هو، فباتت بنظراتها الحادة تترجمه للعالم عبر عدسات الكاميرا فتقول لكل من شاهد مأساتهم: هذا هو حال أطفال الرافدين.